وانت الكود هيبقى شكله ايه علشان تقدر انك تتست كل حتة بتست صغيرة زي ده. الكود بتاعك هيبقى شكله ايه؟ اول حاجة you're forced to write smaller pieces، صح ولا غلط؟ ما انا الحقيقة ما اعرفش ازاي لو انا عندي method 1000 line of code انا مش عارف ازاي ممكن اكتب لها تست، صح؟ فانت لانك مطالب ان انت تكتب تست لكل piece of code هتلاقي نفسك بتكتب smaller pieces of code، صح ولا غلط؟ is this good or bad؟ That's very good. صح؟ احنا لسه واحنا جايين في الاول قلنا انه as long as it's a small piece that I can fit in my head مش هروح ديباج. فاذا التكنيك نفسه بيقول لي انت اصلا مش هتعرف من غير ما تبقى بتكتب small pieces of code. صح؟ What else؟ What else؟ ايه تاني؟ بالتاكيد ما هي كود فهي automated. ده كود صح. انت لو لميت ده على الكومبايليشن، لو اعتبرت الكومبايليشن هو انك بتكومبايل وبعدين بتران التستس، ده معناه ان انت immediately once you introduce a regression بعدها بثلاث ثواني هتعرف. And this is huge. صح؟ This is huge. انا كنت في احد الشركات و الديفلوبمنت دايركتور كان عاوز يستعمل تي دي دي، فانا سالته يعني انت عندك a lot of legacy code millions of lines of legacy code why do you want to go this is painful ان انت تحرك كل ده وتروح مع تي دي دي is going to be painful انت ليه عايز تعمل ده؟ قال لي امير انا لسه الاسبوع اللي فات جاي لي تشينج من البيزنس، البيزنس عايز تشينج. اوكي جبت الناس علشان اشوف ازاي هن امبلمنت للتشينج ده. الديفلوبرز قالوا لي 10 مان دايز والكيو سي قالوا لي 300 مان دايز. ذاتس نورمال على فكره، لو انت بتست مانيولي ده طبيعي، انت هتقعد يور تيم اوف 10 6 ويكس اند ذاتس وان ريجريشن سايكل، هتطلع ديفكتس وهم بيصلحوا الديفكتس يعني I know they will produce defects. صح ولا غلط؟ And then we're gonna have to have another regression cycle. من دول. This is crazy. صح ولا غلط؟ This is crazy. Test automation will pay for itself تقريبا بعد أول run. مش كده؟ Smaller pieces. You get also separation of concerns. ما هنا علشان اقدر اتست الحته دي محتاج انها تبقى لوسلي كابلد مع بقيه الحتت، صح؟ لو كل حد بيكلم، لو كل الكلاسز بتنادي على كل الكلاسز مش هعرف امسك التست، هتلاقي نفسك لوحدك رايح ناحيه separation of concerns. Do you agree ولا لا؟ Is this good or bad؟ That's very good. تاني صح؟ Your code becomes easier to test. And your when you write the test, so you have to write easy to test code. Is this good or bad? That's very good. And it's easier to modify. صح ولا غلط؟ Why is it easier to modify? ولما أعمل regression هعرف بعدها بثلاث ثواني. اوكي احنا كبشر عندنا نوعين من الميموري، شورت تيرم ميموري ولونج تيرم ميموري. ويتش وان از مور امبورتنت فور سوفت وير ديفلوبمنت فور بروجرامينج؟ شورت تيرم طبعا طبعا. انا لو في باج في الكود وانا لسه كاتب الكود ده من ربع ساعه لسه كل حاجه في دماغي باسماء الفاريبلز غالبا I'll be able to fix it in no time. لو قعدت 6 شهور ال 5 seconds ممكن يبقوا 5 days ودي مش مبالغه و I think بما اننا developers فكلنا عارفين ده. Yes? And this is the impact writing small tests for small pieces of code will have on your code base. كل واحدة من دول لوحدها to justify the cost of unit tests. أنا موافق
لا 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 خالص، احنا لسه ما اتكلمناش عن تي دي دي. This is actually unit testing. او سوري ما اقصدش حتى اليونت تيستينج، يعني شايف مثلا سمولر بيس وسبريشن اوف كونسرنز وايزير تو موديفاي، دي المفروض تكون براكتس موجوده من البدايه. صح، مش اللي بيبوش مي عليها ان انا بعمل يونت تيستينج فده اللي مظبوط. بس انت if you practice unit tests هتلاقي الكلام ده naturally fits in your environment. احنا بنقول للناس في الديزاين كورسز you should have loose coupling, you should your pieces should be open for extension, closed for modification. كل الكلام الجميل ده بنقوله، بس انا لما في الاخر بروح واقعد على الماشين بتاعتي وابدا اشتغل وعندي pressures to deliver، لو the way I think with the flow of work be guide me in this direction or even be force me ان انا اتحرك في الدايركشن ده احسن كتير. صح، فدي الحقيقه باي برودكتس. يعني easier to modify smaller pieces دي باي برودكتس، بس باي برودكتس حلو قوي. يس، لكن المشكله في الكلام اللي انا قلته ده ان احنا لو رحنا لكل بيس في السيستم بتاعنا وكتبنا لها مين بروجرام وحطينا المين بروجرامز دول somewhere things become messy، مش كده؟ هيبقى عندك like thousands of these. يعني هو هتران الكلام ده ازاي وهتكابتشر الفيل، هتعمل كل الكلام ده بايديك. This is what unit testing frameworks do to you، بيساعدوك انك تعمل الكلام ده، انما الكونسبت you can do it today without any unit testing framework باستعمال الكونسبت ده. اليونت تيستينج فريم وركس هتساعدك to manage the tests، ما تديلكش اكتر من كده. الناس كانت بتكتب يونت تيستس من قبل اليونت تيستينج فريم وركس ما تتشهر قوي كده، خصوصا الناس اللي في الروتس بتاعت الاجايل كوميونتي، يعني من نص التسعينات تقريبا، من بعد ما الكومبايلرز بقت سريعه انف ان انا اقدر اي كان افورد ان انا اتست وران بسايكل معقوله. انا شخصيا في اوائل التسعينات اشتغلت في سيستمز كانت بتكومبايل في ساعه وساعه ونص. When things improved الكلام بقى منطقي، بقى ينفع. انما لما كان الناس اللي قبلي بقى كمان كان they take days to compile bunch of cards بقى وليله يعني، مش كده؟ فما كانش ينفع ان احنا نتكلم على هذا الكلام ساعتها. التولز اتغيرت، فاحنا بنظبط البروسيس بتاعتنا according to current state of the tools and this happens all the time. Yes. ابو اليونت تيستينج فريم وركس اسمه جي يونت، جي فور جافا. وجي يونت لو حد فينا بيشتغل جافا وعنده جي يونت راكب على الماشين غالبا هيبقى راكب، لانه بينزل مع انتلي جي، بينزل مع اكليبس، بينزل مع نت بينز. اوكي، فغالبا يور ماشين اف يو ديفلوب ان جافا هيبقى عليها جي يونت. ران ذس كوماند which is like الاباوت بوكس بتاع التكست رانر. اوكي، هيقول لك جي يونت فيرجن سو اند سو باي كنت بيك اند اريك جاما. حد عارف مين دول؟ كنت بيك اللي عمل تي دي دي، اللي عمل اكستريم بروجرامنج ومن ضمن التكنيكس بتاعته تي دي دي. وايريك جاما، ايريك جاما واحد من الاربعه اللي كتبوا اهم كتاب سوفت وير ديزاين، ديزاين باترنز اليمنتس اوف ريوزابل اوبجكت اورينتد سوفت وير. الاثنين دول اصحاب، اوكي، بيست باديز يعني، وكانوا على طياره مسافره من زيورخ رايحه اتلانتا I think سنة 97 أو 98 رايحين مؤتمر اسمه أوبسلا، كان مؤتمر Object Oriented Software Development من أكبر المؤتمرات ذات تايم. وكنت بيك في الوقت ده كان بيكتب Smalltalk. Smalltalk is a language that is obsolete now، بس واحدة من أوائل اللغات الـ Object Oriented اللي خلت الـ Object Orientation ينتشر نسبيا في العالم. وإيريك جاما بيكتب جافا، فكنت بيك قال لإيريك إيريك teach me جافا. طبعا دول الاثنين يعني جيكس، مش هيقول له الاف ستيتمنت كده، مش قعدوا يكتبوا حاجه مع بعض. نكتب ايه؟ نكتب يونت تيستينج فريم ورك عشان نعرف بعد كده نكتب كود. خلص قبل ما يوصل زيورخ اتلانتا، اتس ا لونج فلايت، بس هم اثنين يعني طوال. يس، رحله طياره. جي يونت واز بورن اون ان ايروبلين. الحكايه دي اللي حكاها كنت بيك شخصيا، فيعني ما هياش منقوله عن 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 عن، لا ده هو الراجل حكى الحكايه وانا شفتها في فيديو. اوكي،
وصلوا أوبسلا ادوا اللي كتبوه لزمايلهم اللي هم منهم ناس كتير دلوقتي من الثوت ليدرز بتوع الاندستري زي مارتن فاولر وانكل بوب وجرادي بوتش وخلافه. والناس وير اكسايتد وذ فريم ورك لدرجه ان هم بداوا يستعملوه ويوري لهم التستس اللي اتكتبت في المؤتمر شخصيا. And this was the beginning of JUnit. JUnit is free. كلنا عارفين و source code is available online, but it's not open source. It's free. It doesn't have a license. والسبب في ده انه كنت بيك شخصيا قال هو يعني انا يعني ما كنتش بفكر في open source والكلام الكبير ده, انا بس ما عرفتش ابيعه ازاي. اوكي يعني ما هو مش طيبة قلب قد ما هو said يعني I didn't know how to make money out of this. اوكي لو نفس الاكزامبل اللي قلناه ده خدناه, it's a nice story right. لو نفس الاكزامبل ده اخدناه وطبقناه باستعمال يونت تيستينج فريم ورك الكود هيبقى شكله كده. ده جي يونت 3. جي يونت 4 اللي احنا هنستعمله النهارده little bit easier and nicer to handle than that. لاحظ هنا ان التست كالكوليتر بي اكستند كلاس. الكلاس دي موجوده فين؟ في الفريم ورك. تمام. غير كده الكلام ده زي ما هو, انا اي انستانشيت, سلام ورحمه الله, اي انستانشيت ا كالكوليتر كلاس وببعت لها نون فاليوز وبتاكد من الريزلت, بس بتاكد مش ب برنت لاين زي ما كنا بنعمل هناك, بتاكد بايه؟ باسيرشن. باسيرت الاسيرشن ده الكلاس دي ورثاه من البيرنت. اوكي. والهدف من الاسيرشن هو انه الفريم ورك يعرف النتيجه بتاعه الريزلت عشان يعمل لك برزنتيشن, عشان يقدر يجروب بقى الريزلتس مع بعضها ويقول لك عندك 150 سكسس و3 فيلير, عشان يقدر ياخد الريزلت عنده ويعمل لك الفيجواليزيشن بتاعها. انما الكور واحد. لاحظ ان دايما التست بتبدا بسيت اب. هنا انا بسيت اب التست صح, اند ذن اكسرسايز باكسرسايز اللي بنسميه السيستم اندر تيست اللي هو هنا ذا اد ميثود, and then I verify the result. Setup, exercise, verify. This is how your test case should look like all the time. Okay? No if statements in your test. No loops in your test. Sometimes we have loops, but يعني for the most part, no loops. It's just setup, exercise, verify. ليه أنا قلت no if statements في التست؟ I don't want to introduce logic in the test. لأن if I introduce logic in the test will need a test. فأنا كده هكتب test code to test the test code that tests the code. That's too much. صح؟ Your tests should remain as simple as possible. تفضل. غالباً. Okay. Yes. For the tests should remain as simple as possible. And this is how you write tests. And you write more tests. لما تكتب tests كتير من دول, طبعا دي test class, مش كده؟ هيبقى فيها this test to test the add, probably هيبقى فيها test تاني to test the subtract. ممكن يبقى فيه test تاني لل add, ده بيتست مع number negative, واحد تاني بيتست مع number positive. Your coverage is governed by the quality of your tests. صح؟ فلو انا كاتب تيست واحد بيتست الهابي باث, ماي كفرج از لو, وانا متفائل, والتفاؤل مرض عند الديفلوبرز. كنت بيك اكشلي قال كده, قال اوبتيميزم از ا كرونيك از ان اوكيوبيشنال هازارد اوف بروجرامينج. اوكيوبيشنال هازاردز اللي هي مخاطر مزاوله المهنه. فين كده في ناس اللي هم مثلا بيشتغلوا في حتت خطر بياخدوا بدل اسمه بدل مخاطر المهنه اوكيوبيشنال هازاردز. فقال التفاؤل واحد من مخاطر المهنه بتاعت الديفلوبر. ايه ما خلصش, قال فيدباك از ذا كيور. الحبوب اللي بتعالج المرض ده للديفلوبرز هي فيدباك, باس اند فيل. اوكي. ف this is your test case and this is your assertion. لو عملت الكلام ده باستعمال يونت تيستينج فريم ورك جوه الاي دي بتاعتك دي نت بينز بس نفس الشكل موجود في الباقيين,
يوجوالي هيبقى عندك تو بارلل تريز، تري فيها البرودكشن كود وتري فيها تيست كود. اوكي انا بحبش اسميها تيست كيسز، انا بحب اسميها تيست كلاسز، لانه الكيو سي عندهم معنى محدد لتيست كيس. اوكي فبحب اسميها تيست كلاسز علشان الكونفيوجن ده ما يحصلش. اورايت ايفن ذو ان الكلاس اسمها تيست كيس، وهو كنت بيك نفسه قال يعني انا ندمت على الاسم. اوكي بس احنا يعني اندستري الاسماء فيها يعني كل الناس بتعجن زي ما هي عايزه فبراحتنا. يوجوالي هيبقى ده واحد من الباترنز ان كل كلاس قدامها تيست كلاس. لكن انا ما بحبش الباترن ده قوي، ويمكن اكلمكم في الموضوع ده في الدسكشن. اوكي اي دونت لايك تو ارينج ات ذات واي. اند ذس از يور فيموس جرين بار. Your objective is to keep the bar green. صح؟ يعني ايه البار جرين؟ All tests pass. Okay؟ يعني انا ما ينفعش اشحن السوفت وير الا all the tests pass. يعني انا ما ينفعش اخد السوفت وير واوديه الكيو سي او الكيو اي الا all the tests pass. صح؟ And these tests exercise every piece of my code. With the quality of the tests is measured. التستس بتكفر قد ايه من الكود. فلو في حاجه في جزء في ميثود انا نسيت اعمل لها تيستنج هيبان. تولز هتقول لك، واكشلي في ناس بتنتجريت التولز دي في الديفلوبمنت بروسس. فلو انا رايح مثلا ستيجنج انفايرمنت هيقول لك لا ما ينفعش تروح ستيجنج علشان في حاجات مش كفر، روح اكتب شويه تيستس زياده علشان تكفر يور كود بيس. اوكي في حاله زي اللي احنا شايفينها دي انت عندك some test failures. These test failures ممكن تبقى التيست الجديده اللي انت لسه كاتبها دلوقتي، وممكن تبقى اللي انت كاتبه دلوقتي past بس اتعملت regression. صح؟ Also you have to work on your regression. Your code should always execute. Your code should always pass your tests. Alright؟ ده مثلا coverage report بيقول قد ايه من كل كلاس كفرد. الريد اوبفيسلي ارياز في كلاسز معينه او في باكجز معينه ما هياش كفرد. فانا لما الاقي حاجه مش كفرد اروح في الكود بتاعي واشوف هي مش كفرد ليه، ان شود اي كفر ات ولا لا. اتليست اخد انتشنال ديسيجن ما يبقاش هاب هازارد. اوكي كفرج از 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 يعني ا توبيك اون اتس اون. ويعني ايه كفرج؟ ومش كل كفرج زي بعضه، وممكن يبقى كفرج عالي بس انا I did not provide enough scenarios. ده ممكن جدا على فكره. اوكي بس انا مش عاوز ادخل في تفاصيل الكفرج، انا عايز بس اقول ان كل ما الكفرج نمبر ده كان عالي كل ما ده كان indication ان انا I have tested more scenarios. alright ولو كان الكفرج بتاعي قليل اكمل او augment السايكل دي بان انا write more tests. صح؟ I write more tests to improve my cycle. كل ده احنا لسه ما اتكلمناش عن TDD على فكره. This is all about actually unit testing. بس كل الكلام اللي قلناه so far كان التستس فيه بتتكتب بعد الكود. مظبوط؟ لسه ما اتكلمناش عن TDD. This was a lengthy introduction. Okay؟ البنفيتس اللي جات لك لما تعمل ده هي ايه؟ اول بنفيت واضح هو ان انت يو هاف ان اكسكيوتابل بروف اوف كواليتي. يو هاف ا بروف اوف كواليتي بس ات اكسكيوتس. لو انا بعمل مانوال تيستنج البروف اوف كواليتي بتاعي ايه؟ امضى على ورقه صح؟ ان انا اي ساين اوت تيست كيس اهي بتقول لي انبوت مش عارف ايه في الفيلد ده، انبوت مش عارف ايه في الفيلد ده، دوس انتر شوف هنا طلع كذا. ورقه تشيك ليست صح؟ واتس مور كونكريت؟ سمثينج ذات اكسكيوتس اجينست يور كود بيس ولا ورقه؟ مين؟ يو هاف ان اكسكيوتابل بروف. ذيس از هيوج. يور بروف اوف كواليتي اكسكيوتس اند يو هاف فري ريجريشن تيستينج فيرتشوالي فري. ريجريشن تيستينج بقى تقريبا ببلاش. صح ولا غلط؟ تبقى شغال في كود بيز
بقالها فتره كبيره عايشه، ايدين كتير اتغيرت فيها صح، والديزاين بتاعها اوفر تايم اكيوميليتد ايشوز خلت بقى سهل ان يحصل ريجريشن، ان انا مد ايدي عشان اصلح الازاز فالشكمان ايه يتخرم. يس في انفايرمنت زي دي ديفينتلي فري ريجريشن تيستينج رائع. لكن لو انت في جرين فيلد ديفلوبمنت ولسه بادئ البروجكت امبارح، اكسكيوتابل بروف اوف كواليتي هتبقى اهم، هي تشينجز وذ ذا ستيت اوف ذا بروجكت. اوكي، الاثنين دول هيدوا لك الاثنين اللي وراهم اللي هما بيزيكلي يور كونفيدنت ناو يو كان تشينج، مش خايف بيكوز ريجريشن تيستينج از فري، فانت بقيتش خايف. هو لو احنا عملنا كذا هنا مش عارف ايه هيفضل شغال ولا هيضرب، that's a very easy question، ما تجرب، ما هو لو ضرب هتعرف في تيست هيفيل وتروح تصلحها وتقول مش لاعب انت حر، لا 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 ده too much مش لاعب، and this cycle will take seconds or minutes do not take hours or 300 days. صح، this is huge. ده in part جزء من التايتل the art of fearless programming، because مين شغال في large and old code base او مين اشتغل في large and old code base، يعني الناس اللي لسه ما حصلت لهاش هتحصل، don't worry it's coming it will happen okay it's only a matter of time. في الانفايرمنت دي the overarching feeling عند الديفلوبرز هو ايه؟ fear. بيجي تشينج الناس بتخاف. يوجوالي في الـ ERP، أنا اشتغلت ERP كتير، the most complex part is the invoice the purchase the sales invoice. لو حد كان اشتغل ERP I think انه هي agree معي على الكلام ده. بس الـ invoice بالذات لأن هي دايما هي اللي العميل بيبيع منها، فانت عايز تحط فيها competitive advantage فعمال تعبي فيها feature ورا feature ورا feature، فايه عمالة accumulate complexity over time. فكان لما يجي تشينج على السيلز انفويس واقعد كده مع التيم، ها يا جماعه مين هيعمل، تلاقي الناس كلها ايه عملت كده واللي عمل نفسه بيهرش بص في الموبايل قال مش عارف ايه اللي هو ايه مش انا اوكي. لانه عارف ان هو لو خدها هيكسرها ولو كسرها هتبقى بتاعته، this is the rule مش كده، if you fix it it's yours خلاص، مش اي حاجه هتيجي بعد ما اصلا يا تعال. ايه يا عم ده، فبقى خلاص بقت بتاعته وده it happens. suddenly لو انا عندي free regression testing انا عندي confidence، انا مش خايف اغير، وده معناه كمان انه ال cost of change قل صح، cost of change is now ما بقاش 10 300 الاكزامبل اللي انا قلته لكم من شويه اوكي، بقى 10 10 بقى 10 20. you still need to do QC testers لسه محتاجين يدخلوا to test definitely، بس at least انا لما ادخل لهم هبقى داخل لهم وهم رايحين يدوروا على الحاجه اللي وقعت مني. انا شخصيا واحد من الناس اللي شايف انه testers job is not to find bugs، testers job is to make sure there are no bugs، وفي فرق ضخم ما بين الجملتين. Do you agree؟ في فرق كبير. بصوا على الاثنين دول، this is what agility is about. مش احنا responsive to change؟ How can you be responsive to change لو العشر ايام هيبقى قدامهم 300 يوم؟ How can you welcome change لو كل حاجة جاية بعش دبابير؟ How؟ This is why this is the core of agility. في technical practices. وعلى فكرة technical practices سبقت management practices في الهيستوري. Technical practices هي اللي خلت الناس تقول في حاجة اسمها agile project management. لما بقى عندنا tools اللي تسمح لنا ان احنا to welcome change. انما ازاي انا اقول للكاستمر هات لي تشينج تعالى انا I welcome change وانا من جوه لما ملمسه بكسر 30 حاجة. How؟ Yes. That's why Martin Fowler. Martin Fowler is, يعني I'm a fan of Martin Fowler.
واحد من الثوت ليدرز بتوع الاندستري مارتن فاولر قال نيفر نيفر ان ذا فيلد اوف سوفت وير ديفلوبمنت هاف سو ماني او سو ماتش تو سو فيو لاينز اوف كود. عمرها ما حصلت في تاريخ سوفت وير ديفلوبمنت ان عدد كبير كده من الناس بقى مدين كتير قوي كده لعدد قليل من اللاينز اوف كود، لان جي يونت اول جي يونت اتعمل كان 3000 لاين اوف كود. That's all. Actually احنا ممكن نقعد نكتب يونت تيستنج فريم ورك، فكروا فيها مش كيمياء يعني. هي الايديا مش التول. اوكي؟ ف this idea الاندستري اوز ا لوت تو this idea. وده واضح في الاستاتستكس بتاعت اليوزج بتاعت اليونت تيستنج. في شركة اسمها فيرجن 1 بتعمل انيوال سيرفي عن الاجايل تيمز، بتطلع ريبورت كل سنة اسمه The State of Agile. دي تامن سنة يعملوه 2014. دي لستة البراكتسز اللي الاجايل براكتيشنرز بعتوا لهم قالوا لهم اللي احنا بنستعملها، وده ترتيب اليونت تيستنج فيها. It is the first technical practice. الاثنين اللي فوقه مش technical practice. الاثنين اللي فوقه daily stand up. That's very easy to do. Yes? Okay, but keep it short, please. وiteration planning يعني صح؟ تالت واحد بعدهم على طول unit testing. ال percentage كام من الناس؟ 72%. تلات أرباع الناس اللي في الأجايل كوميونيتي بتعمل unit testing، سواء test first أو test last. Okay؟ اللي احنا السايكلز اللي شفناها لحد دلوقتي هي test last. تست دريفن بيخلي السايكل تتقلب، بس ده مجموع الاثنين. فثلاث ارباع الناس اللي في الاجايل كوميونتي بتعمل يونت تيستنج. النسبه كام في مصر؟ I think it's less than 5%. And this is sad. Okay. Sadly, yes. وعلى فكره اليونت تيستينج تكنيك از نوت كونفايند تو اجيلستس. اليونت تيستينج تكنيك بيستعمل بره الاجايل انفايرمنتس كمان، حتى الناس اللي بتشتغل تراديشنال في موديل او وات ايفر. اوكي، اكشلي دي دو يوز يونت تيست بره، لكن احنا عندنا النسبه حتى في اللي المفروض الميثود اللي فيها ده يعني فيلز ات هوم الادابشن بتاعنا ضايع. اند ذاتس واي اي وونتد تو ستارت اول ذيس ثينج about unit testing and TDD في مصر، لأنه حرام يعني. ده the main tool that allows us to be agile, responsive to change. هل these unit tests that we write هل هم substitute لل QC؟ ليه؟ They are not. I agree. ليه؟ اللي أنت بتقوله الناس بتوع ناس بتوع software engineering بيقولوا بطريقة تانية، لما بيقولوا إنه this is more about verification while the QC people are more about validation. مفيش حاجة في التكنيك ده بتقول إن أنت عملت الحاجة صح. أنت لما تستعمل unit testing هتعملها صح according to your understanding. بس مين بقى اللي قال إن your understanding صح أصلاً؟ التست مش هتقول أنا فهمتها كده فعملتها. According to my understanding طلعت، بس is your understanding صح؟ انت نفسك ما تقدرش تحكم، والا هتبقى ال دي ودي مش فاكر بيقولوا ايه، قال ايه؟ بالظبط، هتبقى الخصم والحكم يعني. ف this technique is by the programmer for the programmer. This is how you prove to yourself as a programmer ان انت you've done the best you can to deliver high quality work. Okay, it does not substitute. في حد هنا تيسترز؟ okay. لانه usually بعد ال 50 دقيقه اللي عدوا التيسترز بيبداوا يقلقوا. okay. زي كده عارفين في الاجايل انتروداكتوري كورسز لما في اخر اليوم الاولاني البروجكت مانجرز بيبداوا يقلقوا. فين البي ام تايتل؟ مفيش. طب فين مفيش. طب مين اللي هي بلان؟ الناس. طب مين اللي مش عارف ايه؟ هم. طب وبعدين؟ فthis does not substitute QC. However, أنا ممكن أدعي إنها بتخلي the job of QC is a lot more fun. مش هيجي لك الكود وأنت مش عارف تلوجن، يعني مش هيجي لك
حاجه على كلام فارغ كتستر، هيجي لك كود ذات وركس، وبالتالي يور كرياتيفيتي از ا هيومن هتبقى بتستعمليها اكتر بكتير من يور ابيليتي تو تايب، which makes your job a lot more fun. Actually في واحد للاسف نسيت اسمه قال انه اللي احنا بنطلبه من التسترز دي حاجه غير اخلاقيه. ايوه، لان احنا كهيومنز المفروض ما نطلبش من حد انه يعمل the same thing over and over again. We have tools to automate that stuff. احنا we should ان احنا نستعمل الناس في الحاجه اللي الناس كرييتيف فيها، مش ان هم typists. Testers are not typists. They should not be typists. Their time is a lot more valuable. إن إحنا نقول له معلش executed 340 test case دول تاني علشان عايز اطمن الحتة دي عملت regression ولا. This is too expensive. 50 minutes. خلونا ناخد break ونرجع نتكلم test driven development. ناخد 5 minutes.